طبعا انت رجعت في حرارة بس عايز تطمن الحرارة بتاعت المشوار كان في حرارة النار كانت 41 نقطة حرارة الحمد لله اشتغل ضربة شمس بقى ولا 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 مش حاجة يا دكتور يا حاج تذكرته فين؟ احنا تقولنا عشان تبقى الحالة في أمل في الإنقاذ دي حاجة بتساعدنا احنا قوي. الحمام ده بيبقى مية فاتحة مش مية مية الحنفية ويتوجه عليه المراوح حتى لو مراوح بس عشان يحصل ايفابوريشن كده وتاخد الميه تاخد الحراره منه. المشكله في كبار السن حضرتك، كبار السن بس هم المشكله على اساس طبعا بيبقى عنده مشاكل صحيه بيبقى ده يعني بيتجمع مع مشاكل الاسره بتتجمع فهو بتاثر على وظائف المخ بتاثر على لكن طيب لو سن يعني صغير قد ايه وفاه عندنا 94 سنه و98 سنه 98 سيده 94 السيدة أصلا كانت فيها مجهود لا ده الراجل بتاع الراجل والاتنين كشك كبير يعني لا بس في حد فيهم جاي دي لسه طالع منها المريض غرفة طلع تاني برضه مين هما بيك شغالين مكاني برضه حضرتك نفس الحكاية تكييف ومراوح وسرير معين بطريقة معينة على أساس إن هي والصرف حضرتك أحسن وصلت مصدر مية كويس ودوش يقعد نص ساعة أو ساعة إلا ربع لغاية ما الحرارة تنزل وبعدين تبتدي تخفيض